بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا اشرح صدورنا للإسلام وبيض وجوهنا بالتمام يا رحمن يا كريم يا منان. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. ناخذ الآية الثانية 146 من النساء، إلا من سورة النساء، إلا الذين تابوا الاستثناء وأصلحوا، دائما يحلكم باب ربي التوبة وإصلاح الحال ورجع حقوق لماليها، يعني الأهل حقوق ربي، حقوق الرسول الكرام عليهم السلام، حقوق الأنبياء وحقوق من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، ولو شادين في حصن الحصين لله، واعتصموا العروة الوثقى شادين فيها بحق مش بتمثيل، واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، ما فيش ريبة ما فيش شوائب، وأخلصوا دينهم لله، فأولئك هو ربي حكم في هؤلاء القوم من إنس وجن، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. والسلام عليكم بالتمام والكمال يا من أردتم دينكم دين إسلام وإيمان وإحسان. والسلام عليكم ورحمة منه وبركة من الله وبركات ورضا.